السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله فيديو اليوم نلقاكم كامل هنيين يا ربي. كما كنت تشوفوا ديجا راني سبقتكم، بديت في راح نحضر وجبه خفيفه، وجبه تركيه لي بالبيض المسلوق. اكيد تكونوا شفتوها من قبل لانها دارت ضجه هذه الايام. اكله سريعه، اول حاجه هنا درت شويه زيت، قطعت حبيبه بصل وخليتها تذبل فيه، راني نذبل فيها درك. هاي ذبلت معايا، انا سبقتكم شويه. وعندي هنا من جهه اخرى حبه تاع طماطم مع زوج فصوص تاع الثوم نحيتهم. بسم الله راح نزيدهم، راح نزيد هكا ملعقه تاع طماطم مصبره، نفتحها قبل. راح ندير الملح، شوية تاع فلفل الأكحل، إذا راح نخليهم شوية ينشفوا يعني يتقلبوا مليح. إذا هنا بعد ما تقلب لي شوية المكونات، راح عندي هنايا بيض مسلوق، هنايا غليت حبة تاع البيض، الكمية هنا غير محدودة يعني، وحليتهم هكا على زوج، قسمتهم على زوج. راح نحطهم لهنا سطرهم او نديرهم ساير داير. اذا هكذا عندي هنايا فلفل احمر الحلو برك، ندير هكا على ظهر تاع كل حبه. وهنايا عندي فلفل احمر، عفوا فلفل حار عادي، لكن هو هنا احمر يعني، اذا عندكم الاخضر ديروا الاخضر، المهم اللي يحب الحار يحط. اذا هنايا في الاخير عندي جبن ما عرفي، راح نديرو عليه الوجه. اذا هكذا راح نقص النار على الاخر خلاص، ونغطيها باي حاجه لهنا باه الفرماج هذاك يذوب. انا عندي هذا يوالم، راح نخليه حتى يذوب الفرماج ان شاء الله ومن بعد نقدمه. اذا هذه هي الوجبه تاعنا هنا بعد ما الفرمج هذاك ذاب وتقدم بهذه الطريقه. كما تعرفوا الاتراك الوجبه تاع الفطور تاعهم يقدموهم هكا في المقلاه مباشره. اكله بنينه، نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنال اعجابكم. في الاخير اللي كنتم اول مره تشاهدوا القناه، ادعوكم للاشتراك، تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.